نعم. شيخ جزاك الله خير، احنا نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية، نعم، ويصادف احيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكنا اذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار على اساس ما تكون هي امامنا كسترة او قبلة. فجاءنا احد الاخوة وقال ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على انكم اذا صارت النار امامكم انكم تتنحون عنها، جائز انكم تصلون وهي امامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في نيل أوطاء، فما صارت عندنا حجة حقيقية. فجينا نسأل جزاك الله خير إذا كان في دليل أو شيء. هو ما في دليل، الدليل النبوي ما في دليل، لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس، لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لأنهم يعبدونها. فمن ثم قال أهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرا، لو كانت جمرا ما فيها يعني لهب، فإنه لا تكره الصلاة إليها. شيخ عفوا، أخبرنا بذلك كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس فإذا لا تصلون أمام شجر، لا تصلون أمام ماء، لأن في ناس هناك يعبدون. نعم نعم. هذه الأشياء. لكن أي شجرة يعبدونها؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر. قال ان المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه، نار جهنم، يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء. ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص، كلامهم ما فيها نص صادق، لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الانسان، خصوصا اذا كان يعرف ان المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه به. والبعد عن الشرك أمر مطلوب. لو صلت فينا صلينا شيخ مرة أمامها ما في بأس يعني. لا ما تبطل الصلاة ما تبطل، لا أشكال فيها. نعم. ولولا هذا التعيين الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطأ بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين. غلط، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما صحيح. نعم.